هل أنتم مع غلق السفارة الأمريكية كما يدعو البعض كتيار حكمي؟ ما مو من حقنا نتحدث بهذا الحديث. هذا الحديث تتحدث به الحكومة، هذا الحديث يتحدث به مجلس النواب. أكو جهات مخولة بالحديث عن مثل هكذا قرارات هي التي تتحدث عن هذه القرارات، ولكن أنا شخصيا لا أشوف هذا الشيء مو مناسب. تعتبر شيء خطأ؟ بالتالي عزيزي أستاذ مثنى، الحديث مو عن شعارات، الحديث عن واقع. يعني إحنا تعرف أنت موضوع الدولار، تعرف موضوع العلاقات الاقتصادية الموجودة، تعرف تفاصيل كثيرة. أنت وأنا مطلعين على هذه التفاصيل ونعرفها. هل من مصلحة العراق أنه إحنا نخسر كل هذه الأمور ونخسر كل هذه التفاصيل؟ هل الشارع العراقي لو خسرنا هذه التفاصيل سيقدر الموقف؟ هذا الجواب على هذا السؤال هو اللي ينطيك الموقف المنصف.